هاي جود مورنينج. جود مورنينج مستر اسامه. هاو ار يو؟ وي ار فاين ثانك يو. مش لازم نطول. ها واتس يور نيم؟ محمد. محمد هيلعب معايا النهارده لعبه جميله. انا مديله مساله بقول له فاين ذا ريزلت. ده مش كده وبس، انا مديله تو نمبرز، والتو تو نمبرز دول ديفرنت. مديله هنا ديسيمال، مديله هنا ميكسد، مش كده وبس. عايزه يعمل بلس، مش كده وبس. وبقول له اعمل ابروكسيميت، مش كده وبس. تعالوا نشوف بقى الفورم بتاع الابروكسيميت. فانا بقول له تو ذا نيرست تنفذ. طب افرض ما قاليش تنفذ، قال لي ممكن يقول لي 0.1. طب افرض ما قالهاش 1/10. طب افرض ما قالهاش 1 ديسيمال. يعني الفورمز دول يا مستر كلهم هاف ذا سيم مينينج، ليهم نفس المعنى. اوكي. محمد قال لي انا هلعب مع الميكسد. ليه هنلعب مع الميكسد؟ عشان نخليه ايه؟ ديسيمال، مش كده؟ يلا يا محمد قول لي بقى كده وسمعني صوتك الجميل. تايمز 25. الله، سألت محمد ليه حبيبي هنعمل تايمز 1 تو 5 ليه؟ علشان اسمها ال 8 وال 1 تو 5 دول فريندز. طب برضه ليه مروان؟ ها يا حبيبي؟ ايكوال 1000 برضه ليه؟ قال لي علشان الديسيمال ده هو فراكشن، الدينوميتور بتاعه ماست بي 10 اور 100 اور 1000. هنرجع للراجل الجميل ده ونكمل. يعني انت قصدك ال 930.2 هكتبها تاني؟ اكتبها لي تاني. ايوه اكتبها تاني الاول بس. شكرا محمد. وهنقول بلس. محمد بقى هل هنلعب مع الايتين؟ لا. برافو عليك، هنكتب الايتين. هنا يا مستر بقى عندي ايه؟ 1 2 5 والدينوميتور بتاعي كام؟ طب يا مستر هل هسيبها كده؟ لا. هنعمل بقى الديسيمال، فهنيجي هنكتب تاني. انا عايز حبيبي اتعلم تعمل ستيبس، اوعى تكتب جنب بعضيه وتزنق كده. يلا محمد ها كبر خطك شويه يا محمد. يا لهوي ده انت خطك صغير خالص. بلس يلا بقى 18، نكتب ال 18. وعشان انا معايا اوفر 1000 يبقى انا عايز كام ديسيمال؟ شطوره يلا حبيبي. بوينت ايه؟ هنعمل فراكشن تاني ليه؟ هنعمل فراكشن تاني ليه؟ محمد قال لي بقت 18.125. كلاب فور محمد. هنختار حد تاني يكمل. شكرا حبيبي. مين تاني عايز يكمل معايا؟ هنعمل البلس او ممكن تبقى ماينس، تعال نشوف. ها يا حبيبي واتس يور نيم؟ محمد. معانا محمد تاني على التليفون، تعالى يلا بسرعه في قلم اهو. يلا حبيبي هنعمل ازاي البلس يا مستر؟ محمد هيعرفنا هو كان بيعمل ايه دلوقتي، ما تقلقوش. محمد خد عمل درافت وبدأ بال 93.2 وخد النمبر تاني تحتيها. محمد وهو بيكتب بياخد باله من حاجة مهمة، ايه هي؟ بدأ البوينت لازم تبقى اندر البوينت، فبقي هنا اليونت اندر اليونت، وادي التنس، هنا التنثز، هنا الهندرت، هنا الثاوزندس. يبقى انا علشان اعمل بلس او ماينس صح لازم اعمل اوردر، يعني ارتب اخد كل حاجة تبقى زي بعض، اكتبها فيرتيكالي تحت بعض. يلا حبيبي كمل. ها استنى بقى، انا عايز اسالك سؤال، انت جبت منين التو زيرو دول؟ عشان ما هو ما نتخضش يا مستر. انا عندي هنا 3 ديسيمال يبقى لازم فوق منه 3 ديسيمال. طب انا ما كانش معايا غير 2 فكمل زيروهات. برافو حبيبي كمل. يلا يبقى عملنا البلس اكسلنت 3 بوينت. ها شطوره كاري ال 1 اكسلنت حبيبي. الله ينور عليك بعد اذنك، تعال اكتبها لي هنا. يلا انقلها لي تاني. 111 ها اسرع شويه يا محمد.
بوينت، البوينت ما بتبقاش متشعلقه فوق، هعديها لك. يلا بسرعه. شكرا محمد، كلاب فور محمد. عايزين بقى حد يطلع يعمل لي السكند ستيب، انه بيقول لي اعمل لي ابروكسيميت تو ذا نيرست تنثز اور 0.1 اور 1 اوفر 10. مين هيطلع معايا بسرعه؟ تعالي روزانا. سوري ايا ما يكون، مش مهم، هي اسمها حاجه ايلاريا كده، حاجه اسم جايباه منين مش عارف. اسمع علينا، بص يا حبيبي، احنا اتفقنا عايز تعمل ابروكسيميت. اول حاجه نعمل ايه يا ايلاريا؟ الله، استني يا ايلاريا، فين التنثز؟ ايوه كده، برافو عليك. لا ازعل، اه قلبي قلبي قلبي، التنثز ايوه، واعمل لها اندرلاين. هنلعب معاها؟ لا. هنروح لمين؟ للرايت ديجيت. لقيناه كام؟ 2. نساله نقول له ايه؟ لس ولا مور؟ 5 ولا ايكوال؟ رد عليك قال لك ايه؟ لس. وطالما لس نعمل ايه؟ كنسل. لما بكنسل هل بكنسل الديجيتس اللي موجوده في الليفت ولا الرايت بس؟ شكرا. وبوت ايه؟ زيرو. شكرا. بقت 1.3. شكرا. طب يا مستر الاريا كتبت 2.0، لو انا ما كتبتهمش في مشكله؟ شكرا يا مستر. كلاب كلاب فور الاريا. باي باي.